هل يجوز استخدام حقائب سفر وأواني عليها علم بريطانيا؟ هو المقصود الصليب، يعني الصليب لا يجوز تعظيمه. الصليب إذا كان مهانا، يعني مثل الجوارب مثلا أو الزل أو ما شابه ذلك، ما في بس. أما أن يعظم هذا الصليب يعني على الصدر مثلا أو على الرأس أو كذا، لا يجوز لبس هذه الصلبان. وأما إذا كانت حقائب يعني هذا فلا بأس إن شاء الله تعالى، وإذا أمكن طمسه أفضل، إذا أمكن طمسه أفضل. وكذا إذا كانت في الأواني وكذا تطمس.